سوق العصرونية بدمشق. يعتبر سوق العصرونية من أجمل أسواق مدينة دمشق، فهو حافل بالمشيدات القديمة والأماكن الأثرية، نظرا لوقوعه متاخما لقلعة دمشق المحروسة ولأسواق دمشق التاريخية ولسوق الحميدية وللجامع الأموي أيضا والمدارس العريقة مثل دار الحديث النورية والأشرفية والظاهرية والعادلية، فهو بحق سوق دمشقي بامتياز. نعم، ويؤكد المؤرخون أن تسميته منسوبة إلى المؤرخ والعلامة ابن أبي عصرون، وبها المدرسة العصرونية التي أنشأها في العهد الأيوبي هو الإمام القاضي شرف الدين عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون، أحد أئمة المذهب الشافعي بالشام، وهو قاضي القضاة بدمشق في عام 563 للهجرة، أي الموافق 1167 للميلاد. وقد أنشأ القاضي ابن أبي عصرون أيضا خانا ومدرسة اسمها المدرسة العصرونية، والتي قد دفن بها وبها قبره غربي سويقة باب البريد، طبعا قبالة داره تماما، يفصل بينهما الطريق الصغير والذي يسمى اليوم بسوق العصرونية المتاخم لسوق الحميدية، رحمه الله تعالى وتقبل منه. طبعا عايش هذا القاضي السلطانين نور الدين محمود بن زنجي والملقب بالشهيد طيب الله ثراه، وكذلك السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي محرر بيت المقدس عطر الله مثواه أيضا. وقد احترقت هذه الدار للأسف الأول المدرسة في سنة 1328 للهجرة، أي الموافق في عام 1910، كمن درس قبر القاضي أيضا. وكانت المحلة اسمها بالماضي محلة حجر الذهب شرقي قلعة دمشق إلى الغرب المجاور لحصن الثقفيين، يعني بين العصرونية وبين زقاق البوس حول القسم الشرقي لسوق الحميدية اليوم. وكانت من أجمل المواضع في دمشق، احترقت المحلة بسنة 378 للهجرة. هلأ كان يتاخم العصرونية من جهة الغرب باب القلعة الشرقي، وهو الباب الرئيسي لقلعة دمشق، كما كان في محلة العصرونية أيضا حمام اسمه حمام بن موسك، وحمام جاروخ، وحمام القصير، كان فيها ثلاث حمامات، وطبعا عدا حمام الظاهر ببرس، وكذلك كان فيها دار ابن موسك اللي شغلتها الآن المدرسة العادلية الصغرى. يمكنكم إيقاف الفيديو وقراءة المرفق للمهتمين بآثار العصرونية. وكان فيها أيضا دار ابن يغمور، وكان فيها إسطبل العادلية الصغرى، وكان بها الخانقاة الشريفية، وبها اليوم أهم مدرسة هي دار الحديث الأشرفية الجوانية، وبها أيضا دار الحديث النورية، كما كان فيها دار القرآن الصوفية الهروية، وكان فيها أيضا دار القرآن المعبدية، وكان فيها أيضا دار القرآن الوجيهية. يعني يمكنك الآن إيقاف الفيديو وقراءة المرفق للأهمية للمهتمين بآثار العصرونية. وهناك أقوال تقول يعني في أصل تسمية السوق العصرونية لأنها تشهد ازدحاما شديدا في فترة العصر، يعني من النهار حين تخرج النساء للتسوق فيما بعد انتهاء أعمالهن المنزلية، فيشترين من محلاتها مستلزمات مطابخهن وغيرها، وبالتالي أطلق عليه اسم العصرونية اشتقاقا من فترة العصر من اليوم. وهذا غير صحيح، يعني هي أقاويل من عامة الناس، لم يرد شيء في مراجع دمشق التاريخية أي شيء من هذا القبيل.
وذكر الأستاذ هشام عدرا لا يستطيع زائر مدينة دمشق القديمة عربيا كان أم أجنبيا إلا أن يقصد سوق العصرونية بفروعه المتعددة التي كانت وما زالت تعج بالعائلات الدمشقية التي تأتي إلى المدينة للتسوق وللتمتع بسحر هذا المكان القديم ولمشاهدة المحلات التي تبيع كل شيء يخطر على بالك من أدوات المطبخ إلى ألعاب الأطفال إلى مختلف أنواع الزجاجيات، أراجيل، مكياجات، نظارات، دفاتر، أقلام وجميع أدوات اللوازم المنزلية أيضا الأخرى. بصراحة بالنسبة إلي تكتمل متعة المشاهدة عند وصولي إلى عتبات الماضي، يعني عند مدرسة دار الحديث النورية والمدرسة العادلية الصغرى والمدرسة العادلية الكبرى ودار الحديث الإشرفية ومكتبة المدرسة الظاهرية وحمام العقيقي، يعني حمام الملك الظاهر، شيء جميل جدا. وأشاهد هنا هذه الخريطة، هي خريطة العصرونية والأسواق المجاورة لها كسوق باب بريد وسوق المنيني وسوق البحر الدفاءة وسوق الإدسي وسوق الطحان وسوق مردنبيك، يعني هو الطحان مردنبيك، وسوق الصرافة وسوق البرص وحتى كمان سوق العصرونية وسوق نصري عند البنك العثماني، وكان في أيضا البنك الفلسطيني الألماني سنأتي على ذكره. طبعا تمتد هذه السوق حاليا محاذاة جدار القلعة الشرقي، مكان السوق القديمة التي عرفت باسم سوق القلعة حين كانت العصرونية إلى الشرق منها مباشرة وبمحاذاتها، وكانت مغطاة بسقف خشبي ومتخصصة ببيع الأدوات المنزلية ولوازم البناء والأدوات الزجاجية والنحاسية والأراجيل وما شابه ذلك. فسحر المكان العتيق وموقعه وسط الأوابد الأثرية التاريخية ضمن أسواق مدينة دمشق يدفعان السياح ممن يقصدون دمشق الأثرية إلى المرور من هذه المناطق عبر أزقة هذا السوق القديم، إذ يحده غربا دمشق قلعة دمشق الأثرية، ومن الجنوب سوق الحميدية، ومن الشمال امتداد شارع الكلاسة وسوق المناخلية، ومن الشرق الجامع الأموي الكبير وباب بريد الذي يمتد من الحميدية حتى تقاطع المكتبة الظاهرية. إن قرب سوق الحميدية من القلعة وسوقها عرضها لأحداث هدم حين كانت مغطاة بسقف من الخشب، بيد أن هذه السوق تهدمت مع الكثير من البيوت المجاورة والمشيدات الأثرية إبان الثورة السورية ضد الفرنسيين في عام 1925 نتيجة القصف المدفعي الفرنسي للمنطقة. وأعيد تنظيم السوقين معا في سوق واحدة مكشوفة أخذت مسمى العصرونية، ولكنها لم تسلم مرة ثانية من القصف الفرنسي المتجدد، إذ تعرضت للقذائف الفرنسية الموجهة في عام 1945 فتخرب الكثير من منشآتها ومحلاتها، وقد أعيد بناء بعضها على الطريقة الحديثة مكان الأبنية المخربة. طبعا توسعت السوق بشكل ملحوظ، فاستقطبت كثير من تجار دمشق الذين حولوا مستودعاتها المغلقة وبعض بيوتها القديمة التي عملوا على ترميمها إلى محلات تناغمت مع تخصص السوق الأساسية في بيع كل ما له علاقة بالبيوت والخرضوات ومستلزمات البناء الخفيفة. في عام 1984 هدم جزء من الجانب الغربي لسوق المسكية بقصد كشف جدران القلعة الشرقي بأكمله كما هو واضح في هذه الصورة. واليوم معظم أزقة العصرونية تحمل أسماء قديمة مثل زقاق البحر الدفاءة نسبة إلى بحر كانت في المكان، وزقاق سوق نصري الذي سمي أيضا إلى آل نصري المالكين القدماء للسوق،
وكان يعرف من قبل ذلك بسوق الطرابيش، وبعضهم يسميه بسوق الخياطين والزقاق ابن أبي عصرون وسوق القدسي، وكذلك سوق البرص وهو جزء من سوق العصرونية، وسمي كذلك إلى البورصة إذ كان معروفا بتجارة العملات والصيارفة قبل عام 1965، وتباع فيه الآن مواد التجميل النسائية ومحلات لبيع النظارات والأدوات المنزلية وغيرها. إلى هنا وينتهي توثيقي لسوق العصرونية، فإذا أعجبكم هذا التوثيق التاريخي فالرجاء إبداء الرأي وبضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد عن دمشق الشام، فلا تبخلوا علينا بذلك، اضغطوا الآن، وشكرا سلفا.